السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا جبت لكم درس تاع الهندسة المدنية، يعني الدرس الأول تاع الهندسة المدنية للسنة الأولى ثانوي. بون، في السنة الأولى ثانوي كيما حنايا عندنا ثلاث أنواع تاع الهندسة. عندنا هندسة مدنية، هندسة طرائق، وهندسة كهربائية. سا ديبون كل ليسي واش أما هندسة. يبداو كيما حنايا بدينا بالهندسة المدنية. قولي لي انتوما في لي كومونتير باش بديتو اذا بالهندسه المدنيه تاني ولا بهندسه واحد اخرى. دوكا نبداو في الدرس تاعنا. عندنا درنا هنايا طوينا الورقه وكتبنا الجزء واحد الهندسه المدنيه. عندنا دوكا الدرس الاولاني، الموضوع الاطلاع على الميدان الهندسه المدنيه. ودوكا عندنا تعريف الهندسة المدنية، هي مجموعة المعارف والتطبيقات المؤسسة على مبادئ علمية، حيث تكلف بدراسة وإنجاز ومراقبة مشاريع في ميادين مختلفة مثل الجسور والموانئ. عندنا دوكا تصنيف منشآت الهندسة المدنية. تصنف منشآت الهندسة المدنية إلى صنفين، يعني هذه وشي الهندسة المدنية هي البناء، البناء هي البناء. كيفاش نفهمكم انا؟ جو كل خدمه كيما الطريق كيما العمارات كيما كاع هادو هندسه مدنيه. دوكا عندنا الهندسه المدنيه، هاد المنشات هادو ما يعني كل حاجه يبنيوها تنقسم الى صنفين. عندنا الف البناء، تأوي اشخاص، معناتها يسكنوا فيها اشخاص ولا يروحوا فيها الاشخاص ولا يكون فيها اشخاص جو الداخل. عندنا كيما مباني فرديه، يعني دار يسكن فيها شخص واحد ولا عائله تاعو، ولا ماشي مع ناس واحد اخرين ما يعرفهمش، ولا مثل الفيلا. ما مباني جماعيه زعما تكون مع جيران مثل العماره. ومباني خاصه مثل ملعب، مسرح، متجر مثلا. عندنا بزاف. ودوكا عندنا الاشغال العموميه. هاي الاشغال العموميه تنجز للصالح العام، معناتها يديروها للصالح تاع كاع المجتمع بجميع الطرق، كيما النقل، عندنا جسور، عندنا طريق، عندنا بزاف عفايس. وعندنا الصناعه اللي تفيد الصناعه مثل السدود، وين يستخرجوا البترول وغير ذلك. عندنا تمرين تطبيقي، صنف منشآت الهندسة المدنية التالية: طرق، مستشفيات، موانئ، سكنات جماعية، جسور، مدارس، أنفاق، السكة الحديدية، مطارات، قاعات الانتظار في المطارات، سدود، منشآت رياضية. هادو ما قاعد نديرو في طابلو، نديروهم كيف كيف. عندنا الطرق هي أشغال عمومية، هي للنقل، يعني يتنقل فيها الإنسان تما. والنقل وين جاي؟ في الأشغال العمومية. هاي تما هادية تتبلاصة هنا مع الأمثلة، وتتبلاصة مع النقل، والنقل هادي تتبلاصة مع الأشغال العمومية، تما هادي مش أشغال عمومية. مستشفيات، مستشفيات يكون فيها أشخاص، معنتها حتكون مع المباني خاصة، والمباني خاصة وين تكون؟ في البناء. والبناء وين يكون؟ عفوا، في البناء تسمى بناء. موانئ، الموانئ هادية هي أشغال عمومية، بس كيما الصناعة. سكنات جماعية يسكن فيها الناس بطريقة جماعية، تسمى حتكون مع المباني الجماعية وحتكون مع البناء. جسور، ها هي عندنا في الأمثلة، معناتها مع النقل، والنقل مع الأشغال العمومية. مدارس مع مباني خاصة، يعني البناء. أنفاق، أشغال عمومية. السكة الحديدية، أشغال عمومية. مطارات، حداري هنايا كي يقولوا لنا مطارات وقاعة الانتظار في المطارات، ماشي كيف كيف. مطارات معناتها وين تحط الطائرة، و قاعات الانتظار معناتها شتي في لايغوبور كاين وين يستنى وقتاش الفول تاعهم ايتو، تماك هي قاعة الانتظار. تما قاعة الانتظار بناء، ومطارات اشغال عمومية. سدود اشغال عمومية. منشآت رياضية مع المباني الخاصة، تما في البناء. هاي نتأكدوا هنايا مع الحل. هاو الحل عندنا منشآت الهندسة المدنية،
تنقسم إلى قسمين، بناء وأشغال عمومية. في البناء عندنا مستشفيات، سكن جماعية، مدارس، قاعات الانتظار في المطار، منشآت رياضية. عندنا في الأشغال العمومية طرق، موانئ، جسور، أنفاق، السكة الحديدية، مطارات وسدود. دوكا هنا عطتنا الأستاذة واجب منزلي البحث عن صور لمنشآت الهندسة المدنية وتصنيفها في جدول. تما أنا دوك نخرج الصور هادوما ونديروه كيف كيف في جدول. دوكا أنا أمبليميت لي فوتو هاهم، يعني المنشآت الهندسة المدنية. دوكا وشنو نجيب سكوتش ونلصق كل وحده في بلاصتها. كيما دوكا في البدايه عندنا طريق، طريق اشغال عموميه باسكو ما تحوي اشخاص ما والو. كاين اشخاص يمشوا فوقها بصح ما يسكنوش فيها ولا يقعدوا داخلها ولا تسمى، حتكون مع الاشغال العموميه. واش ندير؟ ندير سكوتش ونلصقها. ها هذه الاولى. دوكا عندنا هنايا عندنا دي باتيمون يسكنوا فيهم الناس، يعني سكنات جماعيه، حتلصق منها في البناء. دوكا عندنا ميناء، الميناء هدايا اشغال عموميه باسكو ما يسكن فيها اشخاص ما والو. عندنا نفق هنا، عندنا نفق، نفق اشغال عموميه باسكو ما تحوي اشخاص ما يسكنوا لداخل ما والو. عندنا هنا مستشفى، مستشفى وشنو حيكون مع البناء. عندنا دوكا هنايا سد، سد اشغال عموم، اشغال عموميه. عندنا دوكا سال دو سبور، سال دو سبور يروحوا عليها الناس يديروا سبور، معناتها تحوي اشخاص. عندنا دوكا جسر، هذا مع المنشآت الاشغال العموميه. بون انا دوك نبدا نسقم هادوما ونعاود نولي لكم. هاكا انا كملت لي سقتهم كاع، وهكا نكون كملنا لا فيديو تاع اليوم. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.